في مره واحد يحكي سالفه واحد من اليمن من تعز يقول انها ترقد في المستشفى اخوه مسوي حادث انكسرت يده. قال ثاني يوم من الصبح جابوا لنا مريض يعني الله يعينه قال يصايح ويون وكله مجبس جسمه مدقدق مكسر كله والمكان اللي ما فيه جبس ما يركب عليه الجبس مربوط بشاش ورباط. قال وهو صياح واحد قال لي ان العصر بدأت فتح المستشفى للزيارات موعد الزيارات الساعة 4 قالوا جوه عالم زوار. قال الغريب في الزوار رجال يون يصيح غريب في الزوار ان اي حد جاه زيارة يطلع من عنده ميت من الضحك. استغربنا مريضهم قاعد يصيح وهم يضحكون. قلت شدني الفضول ابغى اعرف وش سالفه الرجال هذا وش السر. قال انتظرت عقب المغرب دخلت عنده سلام عليكم عسى ما شر سلامات كل ما تشوف شر قال المطر من طرف عين. قال ويون قال شوي قلت له يا اخوي وش موضوع الضحك هذا الناس يدخلون عندك ويضحكون. قالوا بقق عيونه قال ايش حاسدنا حتى على الضحك. هل قلت له لا ماني حاسدهم على الضحك بس مستغرب وابغى اعرف ايش السالفه انت تون وزوارك يضحكون. قال قاعد احكي لك السالفه. قال قعدت قال انا مستاجر شقه في وسط المدينه قال في الدور الثالث قال والكهرباء طافية امس ما اشتغلت وحر. قال الحمد لله عندي صاله شرحه على بلكونه قالوا فتحت الدراج ورقدت نمت. قال في الليل حلمت وانا نايم حلمت حلم عجيب غريب. وش اللي حلمته؟ قال حلمت اننا في يوم القيامه ويوم الحساب. قال المهم يوم البعث يوم الحساب وزحمه. قالوا كانه الحساب يعني يقرون بالاسامي ينادون بالاسامي بالاسامي الام يعني في يوم القيامه فلان بن فلانه النار فلان بن فلانه الجنه. قالوا كانه محطه باصات رايحه تاخذ ركاب الجنه وباصات تاخذ ركاب النار. قال وانا خايف واتذكر اعمالي لين طلع اسمي عبد الرحمن بن فاطمه هذا اسمي الباص رقم 53 للجنه. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. قال والطير واركض واشوف الباص واطب في الباص مش الباص الخط. قال شوي بنشوف اللوحه النار 100 كيلو الجنه 45 كيلو. قال الحمد لله الجنه قريب والركاب ساكتين كل معني انا الوحيد اللي مستانس فرحان هم ساكتين وشوي والخط الجنه 70 كيلو لا النار 70 كيلو قربت والجنه ما ادري كم 10 كيلو يعني وصلنا عند شوي ولا معدينا نشوف مفرق لفه الجنه. قلت يمكن يكون السواق عارف طريق ثاني هذه مختصره احنا رايح الجنه. المهم شوي الا النار 25 كيلو. قال وساكتين اللي عندي. قلت السواق هي وين رايح انت وين مودينا؟ قال رايح النار. وقالوا ما يطالعني طالع قدام. قلت كيف انا عبد الرحمن بن فاطمه انا اسمي طلع في الجنه الباص رقم 53 للجنه. قال ويلتفت لي ولا ذا ابليس يسوق الباص يا ابن الذي. قال ضحك قال هذا انت الباص هذا الباص 35 اللي رايح الجنه تاريني قلطت في رقم الباص من الفرحه ما ركبت في 53 ركبت في 35. قلت له يا منعه انا في وجهك يا ابليس ارجوك. قلت له يا ابليس نزلني انا بالغلط انا. قال هذا الباص مبرمج ما يوقف الا في النار ما يصير يا جماعه تكلموا. قال ساكتين كلهم ساكتين رايحين النار. قلت له يا ابليس يا اخي. قال يا اخي طب هذا الباب مفتوح شوي فكر هذه جنه ونار فيها خلود ما في اي من يسار. قال وطب من الباص او عينك ما تشوف الا النور ولا انا في الشارع تحت البلكونه تحت شقتي في الدور الثالث هذه سالفتي. قال ضحكت وعذرت الزوار اللي يضحكون وطلعت وقلت الله يشفيك بالعافيه. فانتبهوا قال يقول يوصيكم بالاذكار الصباح والمساء